وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من المنامة عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة علي شرفي. سيد علي مساء الخير، وبداية يعني كونك ناشطا في قطاع الشباب وممثل لهم في المجلس الأعلى للشباب والرياضة، كيف تنظر لمشاركة الشباب في هذه الانتخابات ودورهم في إنجاح التجربة الديمقراطية التي تعيشها البلاد، وخاصة فئة الشباب التي تنال هذا الاستحقاق الوطني لأول مرة؟ مساك الله بالنور أستاذ علي. طبعا في البداية نشيد بالرسائل التي بعثها وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف رئيس اللجنة العليا للانتخابات معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة، التي حملت في طياتها كلمات وطنية ذات تأثير عميق نابعة من القلب إلى القلب، لتشجيع من معالي الناخبين الذين يشاركون لأول مرة في الانتخابات في تصويت الانتخابات النيابية والبلدية، والتي طبعا بيّن فيها أهمية مشاركتهم في هذا العرس الديمقراطي، وأن هذه المبادرة أسعدت طبعا بشكل كبير الشباب البحريني وشجعتهم على طبعا على المشاركة، وشعرتهم طبعا هذه الرسالة بأهمية دورهم كقوة مجتمعية حاضرة وفاعلة في إنجاح مسيرة العملية الانتخابية ولتلبية الواجب إن شاء الله يوم السبت المقبل في 24 نوفمبر. نعم سيد علي شرفي عضو مجلس الأعلى للشباب والرياضة، شكرا جزيلا لك.